بمناسبة بقى ان احنا بنتكلم في مباريات مهمة عن الاهلي ومنتخب مصر في رمضان، تعالوا نروح مع حضراتكم لاراء الجمهور عن طقوسهم في متابعة المباريات في رمضان، بيشوفوها فين، بيشوفوها مع مين، بيشوفوها اصلا ولا لا. خلينا نتابع ونرجع نكمل. اتفرج على الماتش يعني على حسب ما بظبط، ممكن انا واصحابي خلصنا شغل وخلصنا فطار، والماتش بيبقى بعد الفطار، فبننزل بقى نشوف اي كافيه اي قهوه. ما ظبطتش بتبقى مع العيله، يعني على حسب، لو بابايا ليه في الكوره بتفرج معاه، اخواتي كده، يعني على حسب ما بتتظبط. في الاغلب صحابي بيجوا لي البيت نتفرج مع بعض، وفي الاغلب بتفرج على القهوه، يا اما باجي اتفرج في النادي هنا. هو الطبيعي ان انا بتفرج في اي ماتشات على القهوه مع اصحابي والكلام ده كله، بس ما عشان خاطر رمضان فمفيش قوي فاتحه والدنيا صيام، فاكيد في البيت، والافضل انك في البيت عشان خاطر برضو ايه، يعني بعد يبقى عامل ايه، في سيلف كنترول كده على نفسه. نشاط الاهلي لازم اقعد فيها لوحدي خالص في البيت، واقف على نفس الاوضه وابقى مركز قوي، لان انا ساعات بتنرفز قوي ومش عايز حد يشوفني بتنرفز قوي كده. واغلبيه الوقت يعني بتفرج عليها في البيت مع نفسي بصراحه، احب اتفرج ماتشات لوحدي او مع صحابي، بس مش في الشارع، مش في الكافيهات، يعني بتبقى زحمه، فانا بحب اركز اكتر مع نفسي كده او مع اصحابي. يعني بعد الفطار كده على القهوه مثلا مع الشباب، بعد القهوه بعد الصلاه بساعتين كده او حاجه، على الساعه 9 مثلا، يكون الواحد خلص وهضم وعمل كل حاجه يعني.